متابعة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، أعلنت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي للسودانيات الأصايل والحراير. ما شاء الله أسماء كبيرة وأسماء دائما عودتنا على المنافسة وعلى التحدي، وهنالك المتحديين بهذا التحدي الكبير. السودانيات الحراير تجمعت في ميدان التحدي بالتحديد دورة البصير لتجهيز موسم جديد، موسم يحمل طموحات كل المشاركين والمتابعين اللي تجمعت من ميادين جمهورية السودان للمنافسة هنا بميدان التحدي. ما شاء الله المقدمة والصدور، ما شاء الله وتبارك الرحمن، أداء جميل واندفاع كليا واندفاع أيضا ذاتيا. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، المقدمة ما شاء الله وتبارك الرحمن، المقدمة والصدارة أيضا هنالك مياس ومحمد بن فرج المري من يقدم مياس، وتاني الأسماء وصلت أيضا حشيمة، هنالك سالم بن سعيد بلتهم بندلهم الهاجري. ما شاء الله وصلت أيضا خسيبة مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء في كل مكان، وصل هياط وبخيت بنوره من يقدم هياط، ولكن دخول على المركز ما شاء الله. وصل مشاهدينا الكرام رعد ومحمد المري، ولكن وصل القاضي وسعيد بن علي، سعيد بن علي بن محمد اللمين من يقدم اداء جميل واندفاع كليا، ولكن نرجع وين الى المقدمة والى صدارة للسودانيات. ما شاء الله السودانيات الاصايل هنالك فيهم العنافية وفيهم البشر وفيهم ما شاء الله وتبارك الرحمن. نرجع هنالك الى شعار المشروب من يقدم لنا اداء جميل. وصل مبلش مياس ومحمد بن فرج ايضا من يقدم لنا، محمد بن فرج يقدم لنا مياس، محمد بن فرج المشروب من يقدم مياس باداء جميل وتحدي ممتاز. شوط السودانيات الشوط الاول الرئيسي شوط يحمل تحدي ويحمل اثاره ويحمل انطلاقه جميله ويحمل لنا قوه التحدي المنافسه بهذا التحدي. ما شاء الله وتبارك الرحمن يا المشروم مياس ومحمد بن فرج المشروم. ثاني الأسماء وصلت أيضا مشاهدينا الكرام، خسيمة وسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري من يقدم خسيمة بأداء جميل واندفاع كبير. والأسماء حزاري من الواصلين وحزاري من القادمين، رافعين راية، نحن واصلين بتحدي كبير واندفاع ما شاء الله وتبارك الرحمن. اللي وصل في ثاني الأسماء هياط بخيت بنوره من يقدم هياط، وثالث الأسماء وصلت خسيمة وسالم سعيد بن دلهم الهاجري من يقدم خسيمة، ودخول مباشرة وصل رعد ومحمد المري من يقدم رعد دخول على المركز ما شاء الله. وصل هنالك القاضي هو سعيد بن علي بن محمد اللمين من يقدم القاضي بأداء جميل، ولكن العودة وين ما شاء الله إلى المشروم مياس. مياس المشروم غادر بتحدي كبير واندفاع أيضا مميزة مياس، ومحمد بن فرج المشروم من يقدم أداء جميل واندفاع أيضا كبيرة وانطلاقة أيضا مميزة ما شاء الله وتبارك الرحمن. الأداء الجميل والاندفاع المميز ما شاء الله وتبارك الرحمن. من هنا الكيلو متر الأخير،
يحمل التحدي يا المشروب، ولكن من هو الغادم الغادم؟ وصل ما شاء الله، وصل هياط بخيت بنونه، من يقدم هياط بتحدي كبير. شوط الاول الرئيسي للسوداريات، ما شاء الله وتبارك الرحمن، اداء جميل وممتاز ما شاء الله وتبارك الرحمن. ابو نوره مع هياط، بخيت ابو نوره من قدم هياط بتحدي كبير وانطلاقه مميزه ما شاء الله. ابو نوره قلب الطاوله على بقيه المشاركين والمتابعين، هياط هياط وبخيت ابو نوره وثاني الاسماء مياس وايضا فرج مصالح المشروب، ما شاء الله تحدي كبير وحمد من فرج المشروب. ولكن خلاص برجع الى المقدمة، ال 500 متر يا بنورة روح بتحدي كبير وانطلاقة جميلة. هياط ما شاء الله، هياط وبخيت بنورة ما شاء الله. الشوط الاول الرئيسي للسودانيات، روح يا بنورة، التيم مطلوب ما شاء الله. شوط الختام وختامها مسك مع السودانيات، ابو نورة روح بالتحدي، هياط ما شاء الله. صدرت الاوامر، الامتار الاخير والمجنونة ما شاء الله، هياض وبخيت بنورة بنورة بنورة، نور على الشاشة ما شاء الله يا بنورة، الأمتار المجنونة يا بنورة يا بنورة، روح بالتحدي بالناموسة. سلام هياض، سلام سلام بنورة، سلام، تهانينا وألف مبروك لمالكي هياض بخيت بنورة، أداء جميل وانطلاقة مميزة، تهانينا. وخدت النهاية، ثاني الأسماء، ثاني الأسماء وصل المديحي وسلمان بن علي الرشيدي، ثالث الأسماء وصل أيضا مياس ومحمد بن فرج المشروم. التوقيت الزمني، التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، ساعة وصول هياط لخط النهاية، قطع مسافة الأربعة كيلومترات في زمن وغدر 6:39، 17 جزء. تهانينا والناموس مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، لقد وصلنا لختام سباق هذا اليوم، 19 شوط انتهت بترتيب رائع. شكرا لمكتب المعجزة لسباق الهجن العربية الأصيلة، شكرا لزملاء أيضا المرافقين في عربة النقل، أيضا أمير مصورنا مخرجنا عبد الله، أيضا عمار بن صالح أيضا في الإعداد الأرقام. تحيات محدثكم صالح بن محمد، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.